أعزائي مشاهدي القناة الفضائية القبطية بأمريكا، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة. الحقيقة النهاردة يمكن الأسبوع من الأسبوع اللي فات للأسبوع النهاردة أحداث كثيرة جدا على الساحة المصرية، سواء كانت سياسية أو شعبية أو حتى على المستوى الاجتماعي اللي كلنا كنا متعودين عليه، والنزول للشارع. الشارع شكله إيه النهاردة؟ هل الشارع ما زال منقسما؟ هل الشارع في استقطاب؟ في بيانات كتيرة جدا وردت في خلال الأسبوع من جبهة الإنقاذ الوطني، وهي رافضة تماما الحوار إلا على أساس ثلاث محاور: أن يتم إلغاء الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور، الموعد تأجيله، وتشكيل الجمعية التأسيسية. في بيانات من الرئاسة ومؤيدين الرئاسة، وطبعا كلنا شفنا يوم الأربعاء على شاشات التلفزيون كلها إزاي أن المؤيدين ابتدوا يقتحموا الاعتصام ويحاولوا يفضوه بالقوة، ودي كانت أثاره الآن أن الاعتصام زاد أمام الاتحادية والرئاسة في مأزق حتى هذه اللحظة، حتى بعد خروج التصريح الصحفي من نائب رئيس الجمهورية والدكتور محمد سليم العوض. كمان في بيانات وأحاديث صحفية صدرت من المرشد العام للإخوان المسلمين والنائب الأول لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وأيضا في بيان من القوات المسلحة، وأخيرا البيان الرئاسي اللي صدر منذ يعني دقائق قليلة جدا على لسان الدكتور محمد سليم العوة بإلغاء الإعلان الدستوري الأول، وأنه بيعلن عن إعلان دستوري جديد، ولسه آراء الشارع حتى هذه اللحظة متباينة. ولكن أعتقد هنعرف من خلال ناس اللي جوه الحوار الوطني واللي بره اللي كانوا الحوار الوطني واللي رفضوا الدخول للحوار الوطني، إيه اللي حاصل في مصر بالظبط، وهل هو خلاف سياسي ولا هو خلاف حول دولة القانون ولا هو خلاف حول شرعية الرئيس مرسي ولا هو خلاف ديني كما يدعي بعض الجماعات أو الأحزاب ذات المرجعات الدينية. يمكن قبل ما اجي كنت بلاحظ كل المحطات الفضائية، ولفت نظري في القاهرة اليوم ابتدوا يستضيفوا دكتور ناجح إبراهيم، وهو من الحركات الإسلامية لا أحد يختلف عنه، وقال أن الخلاف سياسي، الخلاف سياسي، أما ما يدعون على أن الخلاف حول الشريعة وحول الإسلام وحول الدين هو نوع من أنواع الاستقطاب. قلنا الأسبوع اللي فات الحلقة هل ينجح الاستقطاب الديني في تغيير الصورة مرة أخرى كما نجح في استفتاء اللي فات على التعديلات الدستورية؟ معانا على الهاتف من ضمن لجنة الحوار اللي كانت موجودة الآن والحوار الوطني الأستاذ المستشار الأستاذ المحامي الأستاذ ممدوح رمزي. بنرحب بيك يا أستاذ ممدوح. أهلا بيك. أهلا وسهلا. يعني كلنا شاهدنا على شاشات التلفزيون، وحضرتك كنت موجود يمكن مع المنصة والوقوف، وكنت مشارك في هذا الحوار. يعني في عجالة كده، هل ما تم إعلانه اليوم يعتبر بمثابة إعلان دستوري جديد؟ لا، بالتأكيد لا. إحنا كنا حاضرين بصفتنا الحزبية، كنا أحزاب، وإحنا وقلنا إحنا بنرفض الإعلان الدستوري ومشتملاته وكل ما ترتب عليه. وبعد ما كل واحد أبدى رأيه طبعا اجتمعت اللجنة وصارت وألغى الإعلانات الدستورية واحتكم للاستفتاء على الدستور، على مواد الدستور الجديد، وقال انه في حاله ان الشعب رفض يبقى هندعو لجمعيه تاسيسيه جديده بالانتخاب الحر المباشر، يعني تطرح للانتخاب كما لو زي انتخابات الشعب او الشورى، لاختيار 100 شخصيه جديده ووضع دستور جديد. يعني الاستفتاء ما زال قائما وموعده 15 ديسمبر وهو نقطه خلاف جوهريه. قائما نعم، نقطة خلاف جوهرية ما بين جبهة الإنقاذ الوطني والشارع الآن وصوت الشارع، وما بين ما تعلنه الرئاسة. لا، هو طبعا الشارع مصر على
رفض الإعلام، الإعلام اترفض، كان مصر أيضا على حل الجمعية التأسيسية أو إلغائها والدعوة لعمل جمعية جديدة. هو قال والله إحنا هنحتكم للتصويت، إذا الشعب قال لا هنحترم رأيه ونلغي الجمعية وندعو لجمعية جديدة ويكون أعضاء يجوا بالانتخاب الحر المباشر. تمام أستاذ ممدوح، يعني هنقول إن الاستفتاء مازال موعده قائما، لكن آخر استطلاع رأي عن الاستفتاء بيقولوا إن 20% من المصريين هم اللي مهتمين بموضوع الدستور وقروا أجزاء منه، 7% فقط هم اللي قروا الدستور كاملا ومعترضين. إذا الشعب سيختار ماذا؟ يعني الشعب داخل على استفتاء يختار إيه؟ ما هو مش شخصية، أنا ما بختارش شخصية هنا، أنا بختار دستور للبلاد حاططهولي دماغ، أنا مش عارف الدماغ دي مين، لأن اللجنة التأسيسية أنا ما أعرفهاش. أعتقد إنه الغالبية بتتجه للرفض يعني وهتصوت بلا. الغالبية الآن تتجه للرفض، غالبية من يا أستاذ ممدوح؟ صح؟ الغالبية من من؟ من الجبهة الإنقاذ؟ أغلبية الشارع، أي أغلبية الشارع وليس جماعة الإخوان طبعًا. أغلبية يعني الشارع. جماعة الإخوان لا يشكلون شيء يعني، إنما الغالبية للشعب. والشعب كله بشكل مطلق رافض هذا الدستور. أستاذ ممدوح، في بيانات عدة صدرت قبل البيان الرئاسي الآن اللي هو منذ 5 دقائق وقال إلغاء الإعلان الدستوري، ولو إنه في بنود قالها في البيان يعني بتحتفظ، هو يعتبر لغى الحصانة لقراراته وألغى بعض الأشياء، ولكن الاستفتاء قال ده إحنا بنرجع ليه الإعلان الدستوري الأول اللي هو وضع في زمن المجلس العسكري، وقال المادة 60 منه هي اللي بتقول إن الاستفتاء لازم يتم في ميعاده. ألا يستطيع كل نخبة مصر بما فيها الأحزاب والرئاسة وكل النخبة بما لا يعني حتى لو كانوا 5000 واحد إنهم يغيروا هذا الوضع من الدستور بموافقة عمومية، أم إن الرئاسة مصرة على إجراء الاستفتاء؟ لا هي رئاسة مش مصرة، لكن الفوق أيده أصلا وكتفه بالمعنى البلدي يعني، اللي هو الإعلان الدستوري المستفتى عليه اللي صدر في 19 مارس 2011. يعني هو مش هو رئيس الجمهورية كان في نيته أو عنده استعداد يأجل، لكن اللي كان مأيده في عدم التأجيل وإنه لابد يجري الاستفتاء خلال 15 يوم هو الإعلان الدستوري المستفتى عليه والذي يعمل به الان، لانه ده الاعلان الوحيد اللي مستفتى. تمام استاذ ممدوح انا معاك، هذا هو الاعلان الدستوري الذي يعمل به الان. ماذا لو ان الشعب ما خدش حظه وقال ان الرئيس ما قدرناش نتوافق حوالين الاستفتاء ان يكون في 15/12؟ ايه الحل في الاعلان الدستوري؟ اكيد ليها حل. لا الواقع ان ما لهاش حل زي ما قلت لك، لانه اللي ايده فعلا وكتفه تماما هو الاعلان الدستوري المستفتى عليه اللي حدد المده ب 15 يوم، فما كانش هو يقدر يخالف هذا الاعلان. كيف ترى اصرار مرشد جماعه الاخوان المسلمين ونائبه الاول على ان الموضوع شريعه ودين وحشد للمؤيدين للرئيس بهذا الاستقطاب الديني الذي ليس له اي اساس من الصحه؟ لا احنا بنرفض طبعا الاستقطاب الديني، والكلام ده انا اتكلمته لما كنت في الرئاسة وفي مواجهة السيد الرئيس، وقلت له احنا الحقيقة الشارع انقسم وهناك استقطاب سياسي بين طريقين، طريق الاسلام السياسي بكل مشتغلاته والوانه وفريق التيار الشعبي، وده بيؤدي للبلاد الى كارثة، وطبعا نتمنى ينتهي هذا الاستقطاب وانه الاحترام القانون والدستور بعيدا عن تدين الدوله او بعيدا عن فرض الشريعه او الى اخره. كيف قرات بيان القوات المسلحه وان لم ياتي منفردا؟ هو قال البيان كله انه على الحياد، ولكنه في اخر جمله بيقول انا تابع للقائد الاعلى للقوات المسلحه وهو رئيس الدوله. كيف قراته؟ لا هو بص طبعا ما حدش ينكر انه القوات المسلحة هي جزء من الشعب
ومن وبالتالي فهي لن تنحاز إلا للشعب، يعني لن تكون منحازة لأي رئيس أو أي نظام أو أي حكومة، إنما انحيازها للشعب. وده أعلنوا عنه الحقيقة السيد وزير الدفاع، قائد الحرس الجمهوري أيضا قال هذا الكلام، لن نكون أداة لقمع الشعب لأن احنا جزء من هذا الشعب، وفي النهاية لا ننحاز إلا للشعب. تمام. أستاذ ممدوح رمزي سيادة المستشار الأستاذ في القانون، عايزين هل المخرج هذا المخرج القانوني كان مخرج قانوني ولا هو كان مخرج سياسي؟ وإلى أي مدى سترى ما أعلنته الرئاسة الآن منذ دقائق سيحل الأزمة أو لا يحل الأزمة؟ لا، أنا تقديري أنه طبعا مش هيحل الأزمة، لأنه الشارع السياسي ملتهب، وأن هناك كما قلت لك تحدي، والبلد منقسمة إلى نصفين، طبعا نصف مؤيد ونصف معارض. فأنا تقديري أنه هذا الذي حدث يعني لن يهدئ كثيرا ولن يغير من الأمر كثيرا. أستاذ ممدوح رمزي سيادة المستشار المحامي، بنشكرك شكرا جزيلا على المداخلة للقناة الفضائية القبطية. معنا أعزائي المشاهدين عدة مداخلات على الهواء، نبدأ بالأستاذ مرجان. مساء الخير يا أستاذ مرجان. ألو، مساء الخير. اتفضل يا فندم. أنا بس عندي ثلاث نقط بسرعة أقولهم لك. أنا أول نقطة، عايز الشعب كله، الشعب ننقل شعب مصر كله ينزل النهاردة بعد اللي سمعوه دلوقتي على الهواء، نداء لشعب مصر، مصر بتتباع. الإخوان والعوة عوة بيبيعوا في مصر وبيضحكوا عليكم سياسيا، ودي لعبة قذرة. نمرة اتنين، بالنسبة لأن نصف مصر مؤيد ونصف معارض، نصف مصر لا يؤيد مرسي، ما وراهوش نصف مصر، مرسي وراه 30-40 ألف بيأيدوه، محدش يطلع يقول نصف مصر، مرسي وراه الإخوان، ودول ما يكملوش حتى إيفن 1 مليون. الشعب المصري أقوى وأذكى من كده، دي لعبة قذرة بتتباع. نداء للشعب، انزلوا يا شعب مصر اليوم. شكرا. شكرا للأستاذ مرجان، وده رأيك، وأكيد في ناس موافقك وفي ناس معارضاك، لكن احنا بنقول الرأي بكل حرية، وهي دي زمن حرية الإعلام، هو زمن صنع القرار. ولابد اللي احنا شفناه على الهوى مباشرة في بعض القنوات، ان في ناس بتهدد الإعلاميين في مصر، هذا يعني نرفضه رفضا تاما، لأن لا دولة بدون إعلام حر، لا دولة بدون قضاء مستقل. والاثنين دول الآن هما في محنة في مصر، فنحن نصلي أن يكون الإعلام دائما حر ليقول الحقيقة، والقضاء مستقل ليحكم بالحقيقة أو بالحق. معنا مداخلات. أستاذ محب، اهلا وسهلا استاذ عادل. اهلا استاذ محب، ازاي صحتك؟ اتفضل. تحيه ليك وتحيه لجمهورك العزيز. ربنا يخليك يا حبيبي، اتفضل. هو انا بقول حاجه لقياده الجيش والشرطه، الكلمه ان هم في وضع حيادي. انا بقول لقاده الجيش وقاده الشرطه، هذا الوقت لا يريد الحياديه، يا اما انت مع الشعب يا اما ضد الشعب. لو انت مش مع الشعب، هم اعلنوا ان هم مع الشعب، ولكن هم حياديين على المستوى السياسي، هم اعلنوها في البيان ان هم بينحازوا للشعب، لكن هم حياديين بالنسبه للسياسيين، هم مش هينحازوا لجبهه الانقاذ او مش هينحازوا للاسلام السياسي، هم في الوضع ده هم في النص، لكن مع الشعب قلبا وقالبا. هم في وناس فيها دم، يدهم مليانه دم، يدهم مليانه دم بدم الشهداء وتحت اسم السياسة، فده وقتلوا من الشعب ناس عزل رايحين في مظاهرة قتلوهم. احنا عايزين دولة القانون بجانب دولة السياسة الحرة، علشان دولة القانون هي اللي هتحاسب الجناة على أفعالهم، وليس بقرار من رئيس الجمهورية أن يتم المحاسبة. المحاسبة هي أن تصبح دولة قانون فعلي، ولكن الآن القضاء في محنة، والإعلام في محنة، والشعب المصري كله في محنة. نصلي إلى الله أن ما يحصلش خسارات في الدم أكتر من كده، وأن يفيق الشعب المصري كله لمستقبله ولصنع قراره بنفسه. شكرا يا أستاذ محب، لو عايز تضيف حاجة تاني اتفضل. معانا دكتور يوسف. مساء الخير يا دكتور.
الو، مساء الخير يا دكتور. سلام المسيح يا استاذ عادل. ربنا يخليك يا دكتور، اتفضل. الحقيقه انا طبعا احنا بنرفض الـ 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 الاعلان الاخير دوت، وانا عايز اقول يعني كان نفسي ادخل واكلم الاستاذ ممدوح رمزي، لانه كلامه الحقيقه مع احترامي الكامل ليه متناقض. يعني هو بيقول ان هذا الاعلان لن يهدئ الشارع، طب ليه بيوقع عليه؟ هو رجل كان بيمثل حزب، وهو موقعش ولا يعني هو ما قالش سيره التوقيع، ولكن هو قال ما زال الحوار السياسي موجود، والحوار السياسي احنا عارفين الجدل السياسي بين مؤيد ومعارض والوسط في مخالفين لي. مخالفتك لو في الرأي لا تنفي ان هو قال ان هذا الاعلان لن يهدئ الشعب المصري، لكن هذا ما توصلوا له، لان مش هي دي قوى المعارضة اللي اجتمعت في الحوار الوطني. الراجل قال كل الكلام ده. اتفضل يا دكتور. ايوه استاذ علز، ما هو الاستاذ ممدوح رمزي مش كان ضمن الموجودين؟ معلش انا مش بسمعك كويس، بس ايوه كان من ضمن يعني الموجودين، كان من ضمن الموجودين واخرين ايضا. طيب طب ليه هو لو على قناعته انه لن يهدئ الشارع ليه بيشتغل انا اسف في التعبير، هو بيحلل ليه لحكومه مرسي والحكم الاسلامي انه يحاول ان هو يعبر من الازمه؟ اذا كنت فهمته كده حضرتك، اذا كنت فهمته كده احنا فهمناهوش كده، احنا فهمنا ان السياسه تحتمل الثلاث اوجه، والحوار الوطني بتدعو الرئاسه لحوار وطني، لابد من ممثلين الحوار الوطني، ولكن اغلب المعارضه كانت رافضه الحوار، وعشان كده اعتقد ان هذا الاعلان هو قال انه لن يرضي كافة الاطراف ولن يهدئ الشارع المصري، هو قالها. ايمن نور كان موجود، وحيد عبد المجيد كان موجود، وفي كانوا ناس تانية كانوا موجودين، ومنهم كمان نعم المفكر نعم. احمد طيب كمال ابو المجد. طيب هو دي في ازدواجية كده، هو ازاي بيعلن ان هو يعني السياسة؟ انا لما اقول لك السياسة لا تحتمل الرأي الواحد، السياسة تحتمل يعني الثلاث آراء، ما هي يعني دي المشكلة اللي فيها مصر الآن. ما يكونش بيمثل الكنيسة. ما أنا مع حضرتك، أنت لك رأيك وله رأيه، ولكن هو في محاولة للذهاب لتهدئة الشارع، مصر مولعة، فهو من ضمن الناس اللي هو في العمل السياسي بيحاول يوصل لحل، محاولة. نجحت ما نجحتش، هو قال. انا ليس دفاعا عن الاستاذ ممدوح رمزي، احنا بناخد كل الاراء. معلش انا اسف جدا، يمكن انا مش سامع كويس، بس انا عايز اقول ان الجماعه اللي راحوا النهارده انا رايي يعني مع احترامي الكامل لشخصهم هم خونه بيخونوا الوطن على حساب حكم الاخوان، خونه. ايمن نور، رامي لكح، استاذ ممدوح رمزي خانوا الوطن، وانا اسف لانهم حطوا ايديهم في ايد سليم العوا. حضرتك لازم تعرف ان محمد سليم العوا هو اللي فصل الدستور للسودان، وحضرتك عارف ايه اللي حصل في السودان. حصل اتقسمت الدستور اللي وضعه، اتقسمت. هو رجل من ضمن المؤمنين بخلط السياسه بالدين ايضا، وان هو مش سياسي. انا عموما كيور. عبرت عن رايي. ده رايك، ده رايك، ولك يعني كامل الحريه في اعلان رايك، ونحن نحترم هذا جدا، وتعبر عن استيائها عما حدث اليوم. تمام يا دكتور، ولو في حاجه عندك عايز تعترض عليها تاني، احنا منبر مفتوح وحر لكل الاراء للمصريين سواء في الخارج او في الداخل. شكرا جزيلا. انا بشكرك جدا، لكن ارجو ان الناس تظل في الشارع والناس ترفض هذا، لان كل اللي اتقال دوت هو عبارة عن مسكنات لتمرير المشروع الاسلامي، وهو بيضحكوا على الناس بيقولوا بعد ما يعملوا الدستور يبقى يقعدوا يشوفوا ايه. هو مش مشروع اسلامي، هو بقى مشروع استسلامي. انت منطق بعد ما تقديني طبق حمضان تقول لي خد دوقه وبعد كده اعترض عليه، ينفع ده كلام؟ هو مشروع استسلامي وليس اسلامي. يعني استسلام واستبداد وزي ما انت عايز تقول قول، لكن الشعب المصري فعلا افاق من الغيبوبة فجأة، او هو كان فايق بس يمكن النخبة كانت بتعبر عنه غلط. الان الشعب المصري يقرر مصيره بنفسه، لا نخبة ولا يعني الرأي الطبقة المتوسطة. اعتقد الشعب المصري هي اللي قامت بثورة 25 يناير، وان كل التمثيليات اللي حصلت وركبها ناس وبعد عنها ناس واتفاقيات بين المجلس العسكري وما بين الاخوان، كل ده انكشف وبان. شكرا جزيلا دكتور يوسف. معنا الفنان اللي بنعتز بيه دايما، الفنان نزيه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عادل. ربنا يخليك، اتفضل يا استاذ نزيه. انا بس في حاجه مهمه لازم تاخدوا بالكم منها، ان البيان ده هو
بيان ذو حدين، والحد الأسوأ فيه انه بيدي فرصة ان للدستور ان هو يعدي في الاستفتاء، تمام، ويدي فرصة لمرسي ان هو يخلي انصاره يقولوا نعم عليه، وبيدي وفي نفس الوقت بيقول للقضاة ديني شلت لكم يا عم الاعتراضات بتاعتكم. وبالرغم من ده ما شالش البند اللي فيه احمد عبد المجيد، دي نقطة. النقطة الثانية والمهمة، محمود عبد المجيد تقصد؟ اوكي، احمد المستشار احمد عبد المجيد، محمود عبد المجيد، اللي هو النائب العام السابق. ايوه الدكتور محمود عبد المجيد النائب العام السابق، الدكتور محمود عبد المجيد. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى والاصعب اللي الكل مش واخد باله منها، ان لو الدستور اتقال عليه نعم يروحوا القوه الوطنيه او قوه الانقاذ الوطني يروحوا يقعدوا معاه ويقولوا له احنا مختلفين على ال10 12 بند دولت، ايوه، وهو يمضوا مع بعض على وثيقه، وهو يقدم الوثيقه دي في اول جلسه لمجلس الشعب عشان يغيروا البنود دهيت. في مجلس الشعب لازم يبقى التوافق بالتلتين، وشيء طبيعي زي ما الدستور هيجي بنعم للإخوان المسلمين، مجلس الشعب هيجي بنعم للإخوان المسلمين والأغلبية، والتلتين هيقولوا لا احنا مش هنغير في الدستور حاجة. تمام. انا عايز اقوله ايوه تمام، تمرير الدستور وضحت النقطه يا استاذ نزيه، لكن انا عايز اقوله ما زال الشعب رافض حكايه الاستفتاء. اللي انا عايز اقوله اتسالت على فكره عماد اديب سال نائب رئيس حزب الدستور، قال له انتوا هتوافقوا على ده؟ قال له احنا مش موافقين وهندننا في الشارع لغايه ما هو واضح الدستور. ان هو الثلاث الغاءات اللي بيطالبها الشعب الان وبيعبر عن هذا المطلب جبهه الانقاذ الوطني هما البدايه، ده وضع الصفر، انك تلغي دول وبعد كده نتفاهم، يعني في حاجات تانية نتفاهم. الناس فهموها غلط، يعني هي المعروض غلط ان هما دول هما السقف. لا دول مش السقف، دول القاعده للحوار، يعني الغي وبعدين نتحاور وبعدين نشوف الحاجات التانيه. يعني هو ده اللي انا بطلبه بقى من بعد اذنك يا استاذ عادل، اللي انا بطلبه من شعب مصر الاصرار والاصرار والاصرار على تنحي مرسي عن الحكم، دي نقطه. النقطه الثانيه، سامح سيف اليزل الخبير العسكري مع عماد اديب قال عباره مهمه جدا، قال الجيش مع الشعب، والبيان بتاع الشعب البيان الجيش واضح وكلير ان الجيش مع الشعب، مش هيسمح بأي حاجة ضد الشعب، دي نقطة، ومش هيسمح يكون مع جزء مع جزء ضد جزء، ولكن مش هينزل الشارع إلا بأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة هو مرسي، هي دي الحالة الوحيدة اللي ينزل فيها الشعب، ينزل فيها الجيش. اللي أنا عايز أقوله وبقوله للضباط الصغيرين وبقوله للكتائب الصغيره وللعساكر وصف الضابط، بقول له ما تدوش فرصه بقى المرسي انه يمشي رايه هو والميليشيات العسكريه بتاعته والميليشيات الارهابيه بتاعته هو والاخوان انهم يحتلوا مصر، كفايه على كده. ده المفروض سؤال يا استاذ نزيه. الدستور وضعه ناس وخبراء وقانونيين، والديكور اللي اتعمل ده واللجنه التاسيسيه اللي المصريين في الشارع بسببها، انتوا خايفين من الدستور ليه؟ طب ولو خايفين ما تقولوا لا، نرد على الكلام ده نقول ايه؟ لا نقول ايه؟ نقول الدستور اتحط من فصيل واحد وهو فصيل الاسلاميين والاخوان المسلمين لصالح الاخوان المسلمين والسلفيين، ليست لصالح شعب مصر. طب ما بقول لك ولصالح الاخوان المسلمين والسلفيين، ما دول جزء من شعب مصر وعايز تصحح بعد كده صحح. دول مش جزء من شعب مصر بدليل انهم حاطين بند في الدستور بيدي صلاحيه لرئيس الجمهوريه انه يغير اسم العاصمه وخريطه وحدود مصر، وده معناها خطير جدا، وهو دوت المعنى اللي بيتم النهارده على ارض سيناء، وان الغزاويه والحماس بدات تخش الى سيناء ويتعمل مخيمات واشتروا اوريدي 70% ما كانش اكتر من كده من اراضي سيناء. خدوا بالكم ان بند واحد
في الدستور ومن صلاحيات رئيس الجمهورية هتدمر شعب مصر، هتدمر مصر بالإرهاب الإسلامي. That's it. تمام، شكرا للفنان نزيه للمداخلة، وكل يقول رأيه، ولكن الشعب المصري ما زال في الشارع رافضا لكل ما يحدث. هو في ثلاث حاجات لازم يتوافق عليهم، ودي اللي احنا كنا قريبين منه وأزعنا على حضراتكم من قلب ميدان التحرير ومن الاتحادية في الأيام السابقة، إن الشارع مصر على ثلاث مطالب: إلغاء الإعلان الدستوري بلا أي تعديلات، وأيضا تأجيل موعد الاستفتاء، وإلغاء الدستورية والتأسيسية للدستور وتكوين تأسيسية أخرى. هل ده يتعارض مع الإعلان الدستوري المادة 60 أو لا؟ أعتقد المعضلة القانونية يبحث عنها القانونيين. ومعنا لقاء مع الأستاذ نبيل غبريال المحامي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا أستاذ عادل. أستاذ نبيل، يعني تعليق بسيط عن اللي حصل الأول قبل كام سؤال. اتفضل. لا قبل الأسئلة عشان ما أظلمش، بس أنا كنت في طريق من المكتب للبيت. طب تمام، عايزك تلخص لي لحيتي اخر البيان، ايه اللي حصل بالظبط؟ البيان قال ان في الاعلان الدستوري الاولاني اتلغى، ولكن هو ما بيحصنش قراراته دلوقتي، لكن الاستفتاء ما زال في موعده يوم 15، وفي موضوعين تاني اتقالوا ممكن ترجع لهم قانونيا عن اعاده المحاكمات بالنسبه للاعلان الدستوري. يعني الاعلان الدستوري اتلغى وما اتلغاش، يعني هو اتلغى، هو بند او بندين اللي اتلغوا، لكن الاعلان الدستوري اقول لك الغي الاعلان الدستوري الاولاني، ولكن اثاره من تاريخ اليوم، يعني هو من ساعه صدوره من 30/11 الى النهارده هو كان قائم باثاره، لما اتلغى يتلغي العمل بيه النهارده. طيب يعني دي بقى حته قانونيه، حته قانونيه حضرتك تفهمها وتوضحها لنا. اتفضل يا استاذ نبيل. اتفضل، مفيش اسئله، اخش انا على طول. اتفضل. اولا يعني احاول اجيب الفاظ مهذبه عشان بجد اللجنة اللي كانت قاعدة مع هناك دي في مع مرسي هتجيب لي شلل. اولا ردا على سؤال دكتور معتز على برنامج بهدوء دلوقتي اللي كان شغال بيحكي على اللي هناك، جمال جبريل وعصام سلطان وسليم العوة بيسأل القانون ليه خمس اراء. لا انا بقول له القانون ملوش خمس اراء، القانون هو اللي رأي واحد، ولكن في وجهة نظر اخوانية وجهة نظر قانونية. اولا هذه هي اللجنه التي كان هناك، لا الحكومات اللي هو والصوت تقريبا في حاجه في الصوت، بنطلب الكنترول. استاذ نبيل سامعني؟ الصوت تقريبا مش واضح، نطلب من الكنترول يعيد الاتصال مره ثانيه بالاستاذ نبيل غبريال. معانا الاستاذ جوزيف من مونتريال. مساء الخير يا استاذ جوزيف. الو الو، مساء الخير. مساء الخير استاذ جوزيف، اتفضل. الله يبارككم. انا سمعت على اللجنه اللي قالت هالكلام، هذا كلام كله تضليل وكله محاميه، يعني افوكاتيه رخصاء، يعني فيري تشيب، عم يلعبوا ويحوروا بالفقرات الاولى اللي صارت بال 2011. ما هو كله اللجنه طلعت من الدستور، انسحبوا اعضائها حوالي 80 شخص، ويعني عم يلعبوا على كلام فارغ، اللي عم يحكوا عم يحلموا، يعني مش ما بقول عم يحلم، هو ما انه عارفان نبض الشارع. يعني حضرتك استشفيت انهم بيحاولوا يجملوا الصوره على الشعب المصري ويحاولوا يضحكوا عليه مره اخرى، سواء بالسياسه او بالقانون او بالاستقطاب الديني. ده حضرتك اللي انت عايز تقوله. ما هم عم بيقولوا انه قوانين وفي عسكر وفي حاجات، يعني عم بيعملوا لهم تاثير سلبي عليهم، انه انتبهوا اذا بتكملوا انتوا ضد القانون وضد حاجات كذا، تخويف يعني، مثل تخويف وارهاب. ارهاب بس الشعب هو قال كلمته، وصعب ما الشعب يستفوه. ما زال الشعب مصر على كلمته. المارد المصري بس في خلص ما بتقدرش توقفه، مش يعني الشلال. أشكرك لأنك وصفت الشعب المصري بالمارد المصري وهو كذلك، ونحن نحترم رأيك، ولو في حاجة عايز تاني تضيفها تفضل. أنا أضيفه أنه يعني تقوي بالإيمان، وهدول كلهم
يعني كذبة وبيرتشوا وعايزين يبيعوا البلاد بأي طريقة يعني لمصالحهم الشخصية. يعني بدي أقول بس مثلا صغير، رئيس الجمهورية اللبناني حصل خلاف بينه وبين رئيس الوزراء عمر الحريري على بيع امتياز شركة الخلوي، انه كان اختلاف انه رئيس الوزراء الاسبق او المرحوم انه هو يمتلك الشركة ويعطي مثل ضريبة 300 مليون دولار بالسنة. قام رئيس الجمهورية رفض، قال بالعكس نحن الشركة للحكومة وانت بتشتغل عندنا بتاخذ 300 مليون. وفعلا يلي صار انه الحكومة اللبنانية هي حصلت الواردات مليار ونص يعني استثمارات لصالح الحكومة مقابل 300 مليون أجار للشركة. بقى هيك لازم يصير. بقى هم عايزين يعملوا بقناة السويس نفس الشيء، يملكوها لأفراد والأفراد هم يدفعوا. تمام يعني حضرتك أثرت الموضوع، وأن فعلا خيرة الشاطر بيقوم بدا وبتدويل العرض بتاع قناة السويس لدبي وغيره ودول الخليج، ولكن إلى الآن هم اللي رافضين لأن في أزمة سياسية في مصر ومفيش استقرار، والشركة اللي تخش هي الشركة الخاسرة. وكلمة أخيرة، أنه عبد الناصر وقت أمم القناة كمان كان قبليها كان الإخوان بيبيعوا القناة، يعني عبد الناصر أممها والإخوان بيبيعوها. ما هذا هو ليش أممها كمان كانوا يدفعوا فلوس للحكومة المصرية بس كانت قليلة. بقى نفس الشيء حيصير نفس ال هل بيع قناة السويس وامتيازات قناة السويس ده من ضمن شروط طائر النهضة عشان يبقى قادم يعني إلى من دول الخليج أو من دول أوروبية لمصر مرة أخرى؟ ما هذا هو يعني هو ده الضحك يعني المكتوب كله من العنوان، وعايزين كمان الأبر هاند على السد العالي لحتى ياخذوا الطاقة. كل شيء يعني الدود اللي بالدم هالندود بيمسوا دم العالم، يعني هذا هو اللي بيفكروا يعني. طب حضرتك انت عارف هم عايزين يعملوا كده ليه؟ يعني ايه في تخيلك يعني؟ عايزين او قراءاتك يعني؟ تسلط يا حبيبي وبعد التسلط يعني وبعد التسلط على مصر هم عايزين يستخدموا مصر كوقود انهم يغزوا بيه العالم كله، ده في مخيلتهم. وكل الوطن العربي، لانه انا عرفت من احد اقوال الكهنه بالعراق ليش عم يضيقوا كانوا على المسيحيين بالعراق، قال لانه مطالب الشركات الامريكانيه ما يعني ما منصرف لك النفط تاعك يا عراق الا ما تطرد الاقليات من عندك. شوف الافكار السوداء اللي عندهم حاجه. بقى نفس الشيء حيعملوا بمصر نفس الشيء. لا دي حجة طبعا، ما فيش حد يقول انه تطرد الاقليات والكلام ده كله، ده دي امور واهية، هو كره مزروع من بعض الحاقدين على المجتمعات وعلى السلام الاجتماعي، وبيفكروا تفكير فردي مطلق ان هو بمجرد ان هو يبقى هو الفصيل الوحيد هيرتاح من كل الخصومات والمعارضة، وده اللي احنا شايفينه في مصر الان ان الرئيس يرفض المعارضة. شكرا جزيلا الأستاذ جوزيف من مونتريال، ورجع لنا تاني الأستاذ نبيل غبريال المحامي. مساء الخير مرة تانية أستاذ نبيل. مساء النور يا ضيف. احنا حضرتك سبت تعليق على الحوار الوطني، وبعد كده كان في كام سؤال، أسيبك تعلق على الحوار الوطني وما حدث اليوم وبيان رئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية الأخير منذ 5 دقائق أو 10 دقائق على الأكثر. تفضل. أولا هو لا يسمى حوار وطني. تمام. ده واحد حرامي لبسته بدل الضابط بيتغير ولا بيفضل حرامي؟ بيفضل حرامي. بيفضل حرامي. هم جابوا الكتتني عصام سلطان سليم العوة نائب رئيس الدولة محمود مكي، حتى اللي كان هيعترض او يتكلم كويس استاذ احمد مهران خلوه يقعد على جنب في اوضه لوحده وانسحب. رامي لكحش وده لا يمثل الا نفسه وفهمي هو اللي انسحب. حلو. استاذ ممدوح رمزي مع احترامي انه صديق وزميل وعزيز، هو يمثل شخصه لا يمثل اقباط ويمثل الحزب اللي هو كان بيتم الحزب. ثاني حاجه هو لم يوجهوا الدعوه للكنيسه المصريه. اما ردا على سؤال الاستاذ الدكتور معتز ان القانون هو وجه واحد ملوش وجهين الا في المسائل الفقهيه اللي بيبقى عليها اختلاف، وهنا بيحددها محكمه النقض. للاسف القانون هنا بيتقال بوجهه او بطريقه اخوانيه وفي طريقه عاديه. تمام. هم عرفوا الماء بالتيمم. الاعلان الدستوري اللي طلع ده اللي هم بيحصنوا برضه نفس القرارات وبرضه مستمرين في عنادهم للشعب المصري
لم يستمعوا للمعارضه وتحدى مرسي لو يقدر يروح ميدان التحرير، هو برضه بيقول لي استفتت معاده، يبقى عملت ايه؟ ثاني حاجه طبقا اللي انا فهمته يعني كده هيسمحوا للمحكمه الدستوريه تمارس عملها. طب المحكمه الدستوريه لو طبق صحيح القانون هتلغي الجمعيه التاسيسيه، يبقى الرد ساعتها هيبقى ايه؟ هتلغي مجلس الشورى هينحل، يبقى ايه الرد؟ ما هو الجمعيه التاسيسيه حلت من نفسها، هو في دستور، هي عملت دستور حسب الاعلان الدستوري. ما هي دي اللي انا عايز اقول قانونيه، عايزين يدخلوا معضله قانونيه اخرى وجدل قانوني لا يفهمه الشعب المصري، بس الشعب المصري بيفهم قانون والنخبه تفهم كثيرا اكثر يمكن منهم واكثر من المعضله اللي هم عايزين يعملوها. هم عايزين يعملوا يقولوا ان احنا عايزين الاستفتاء لان في الاعلان الدستوري الماده 60 بتاعته بتقول انه 15 يوم من استلام رئيس الجمهوريه مسوده الدستور ان يعلن عن استفتاء عام. هو ده اللي متمسكين بيه من الاعلان الدستوري، ده ملوش دعوه من الاعلان الدستوري الاخير بتاع الدكتور مرسي. ده اولا دي حلها بسيط، حلها بسيط، يرجع مسوده الدستور لهو راجل بيلتزم بكلامه لما قال لك مش هعمل استفتاء لما اكون في توافق، واول ما ابقى رئيس جمهوريه هعمل جمعيه تاسيسيه فتوافق. انا يعني تفهمت كلام استاذ نبيل، هو عايز يجيبها ان هو مجبر، اسمعني، هو عايز يجيبها انه ادخال معضله قانونيه ان الرئيس مجبر على احترام الدستور والاعلان الدستوري ولن يخالفه. انت عارف الطريقه الثانيه، يعني ما لبستش الطاقيه دي تلبس الطاقيه يعني الثانيه. انا الصراحه بحييه على احترامه للدستور والقانون والشرعي. تمام، احنا بنستعبط، احنا بنستعبط، هم عايزين حد يعرف يتكلم بس. هم بعد كده ما خلوش حد يروح هناك الا البرفانات او الديكور اللي يتكلم بناء على فهمهم. انا دلوقتي عندي قضيه مرفوعه وكان لي لنظرها يوم 2/12 رقم 8 لسنه 34 قضيه خاصه بمنازع التنفيذ، كان هيتحكم فيها طبقا لصحيح القانون بعدم دستوريه القرار 310 وعدم دستوريه القانون 79 ل 2012، ما بنى على باطل فهو باطل، كان هتحل اللفظ البلدي اللي فهمه المواطنين، هتحل الجمعيه التاسيسيه وكل الاثار المترتبه عليه. انا لو سمحوا لي المحكمه الدستوريه تنظر القضيه ده اللي هيتم، ولكن هم مصممين يسرقوا او يمشوا الدستور الاخواني بتاعهم عشان يضحكوا على المواطنين، بس طبعا من غير ما انا قاعد هنا وعارف القوى السياسيه منسق معاها، القوى السياسيه والثوريه لن يقبل مواطن في الشعب المصري بهذا العبث، خصوصا انهم حاولوا يخطفوا ابراهيم درويش، دكتور ابراهيم درويش، ضربوا السائر ابو حامد وابو العز الحريري من عده ايام. كتير من الشهداء بيحاولوا ينسبوهم اليهم، يعني عمر ما شفت حد يعني كرم جورجيوس ده من الاخوان؟ تقريبا من الاخوان، هو اساسا يا ريس اللي ماتوا كلهم او الشهداء سته، والنهارده وجثه جديده او شهيد جديد يبقى سبعه، ازاي ماتوا الاخوان ثمانيه؟ يعني بجاحه وكذب ما له مثيل. تمام، الشعب المصري. ما انا عايز اقول حاجه، كذا حاجه يا استاذ نبيل، في كذا صوره عرضت علينا الان وعايزين تعليق حضرتك عليها. يعني مرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بيخطب في الشعب كما يقول إنه الشعب ما هماش جماعة الإسلام السياسي من الأزهر، دي ليها معنى عندك؟ هو الشخص ده لا يمثل صفة ولا أعتبره، لا كل إن هو في الأزهر وبيخطب بالناس دي معناها إيه؟ هو إيه المرشد العام؟ هو أنا راجل مفروض حتى لو في دوس على القانون في مصر من بعض الرعاة، المرشد العام ده لا يمثلني شيء، انا كتبت يمثلني رئيس حزب، هو احنا هذا المرشد العام. مش عايزين صفات بس يا استاذ نبيل، يعني عايزين برضو النقد يبقى سياسي فقط او قانوني فقط. استاذ نبيل غبريال، ان اللي انا عايز اقوله الان، في مشهد كمان لخيرت الشاطر وهو بيلقي بيان او حديث صحفي، بانهي صفه؟ يا استاذ عادل عشان اتكلم قانوني وسياسي، انا لا اعلم من المرشد العام، لا يمثلني صفه قانونيه او سياسيه. هو ده اللي احنا عايزينه، من هؤلاء حتى يتحدثوا باسم مصر؟ اصل هم هيجيبوا للشعب الشارع اللي عايش. لا الشاطر ده هو بالنسبه لي شخص شاطر قوي، متهم في جرائم ان هو حرض وعنده اسلحه في الاحزاب بتاعت حزب الحريه والعداله بتاع الكتاتني اللي هو رئيس الحزب الكتاتني، حلو؟ وطالعين على التلفزيونات يهددوا الشعب، بيقولوا في ميليشيات وفي جهات جايين، دول بالنسبه للقانون محل اتهام حاليا. اما ما المفروض اللي يمثل الدوله رئيس الجمهوريه اللي هو محمد مرسي، اوكي؟ ما تم من عبث الاعلان الدستوري الاول باطل، وما تم اليوم باطل، ولا لها قيمه قانونيه، واتحدى كل القانونيين هذا ليس كلامي، كلام الدستور والقانون الصحيح. تمام. والشعب المصري ككلام سياسي غير موافق على هذا العبث، ولا وسوف لا يتم استفتاء على الدستور. ودلوقتي احنا بنطالب النائب العام او المجلس الاعلى للقضاء، لو النائب العام مش بيقوم بواجبه يطلع قرار بعزله، ويتم تعيين النائب العام المساعد او رجوع عبد المجيد محمود ليمارس او يحقق في البلاغات المقدمه، سواء هو ما يقولوه ادعوه.
هو تم الاتفاق بين القضاة على ان النائب العام هيبقى ده موجود، وعبد الدكتور محمود عبد المجيد رجع تاني. لا ما هو طلب بنفسه ان هو يبقى في محكمة الاستئناف، واعتقد ان هي تسوت كده بالطريقة بينهم. آخر كلام دي حاجة بين القضاء وبينهم يعني. آخر كلام النائب العام الموجود حاليا اللي هو خلاص كله موافق عليه ما عدا انا، سمعت انه بيحاول يحقق مع المحامي العام لنيابات شرق عشان ما حبسش الاولاد المتظاهرين السلميين، وتحول المستشار مصطفى خاطر للتحقيق. وبرده كان في ضغط على نيابه مصر الجديده ونيابه المعادي لحبس الاولاد المتظاهرين اللي منهم طفل كان نايم على كرسي نيابه. يا سيدي وهذا تدخل في عمل القضاء، وهذه لوحدها جريمه. ما احنا عايزين نبين للناس بقى يا استاذ نبيل ان الاخوان بيعملوا كده ليه، وعايزين يستولوا على مصر ليه؟ يعني انت في مخيلتك هم عايزين يعملوا كده ليه؟ الاخوان كده كده هم فردين وعندهم ميليشيات عسكريه، عاوزين غطاء دستوري عشان يدخلوا عندك مثلا الماده 119 بتاع تغيير العلم وسماته، عندك اللفظ بتاع مصادر الشريعه الجماعه، عشان بعد كده تبقى تلغى دوله القانون تماما، تكون نكون في دوله الفقيه او الشيخ فلان والشيخ علاني. تمام. وبحثك يا ابو خيط بقى في القانون. تمام، شكرا جزيلا. العفو. شكرا جزيلا للاستاذ نبيل غبريال المحامي والمتابع جيدا للاحداث السياسيه في مصر. كان معانا مدام سهير، اعتقد التليفون رجع ولا لسه ما رجعش. من خلال اللقاءات والتصريحات الاوليه على الشارع، راي الشارع المصري ما زال كما هو رافض تماما، لان زي ما احنا قلنا الثلاث حاجات اللي مقدمين من جبهه الانقاذ الوطني، وهي الغاء الاعلان الدستوري ودون رجعه باعلان دستوري اخر، هو الغاء بس، الغاء الاعلان الدستوري كلمه واضحه جدا. الاستفتاء على الدستور يؤجل الى حين التوافق على الدستور المقدم. اللجنه التاسيسيه هي اوريدي خلاص كده قدمت اللي هي عايزاه، فممكن ان يراجع العمل بلجنه دستوريه بلجنه تاسيسيه اخرى، او قانونيين يشوفوا هل الدستور ده يصلح ان يكون مواد دستوريه، يعني من ضمنهم الفقيه الدكتور ابراهيم درويش، وده عمل دساتير لدول كتيره قوي، وبيقول مفيش ماده دستوريه واحده في ال 236 ماده، في كل محطات التلفزيون الاعلام الحر يصرح بهذا، والان بيقول ان هو تعرض الى انه ما يتكلمش او تعرض ل الضرب، يعني جاري التحقق من الخبر. طبعا الدكتور محمد ابو حامد احنا بنأسف للي حدث له، ولكن في اخر تصريح له على القاهره اليوم وعلى الشاشات التلفزيونيه قال ان هو لن يسكت، وقدم بلاغ جريء جدا ضد بيتهم به رئيس الجمهوريه، وبيتهم فيه مرشد العام للاخوان المسلمين، وبيتهم عده شخصيات اخرى بالتحريض على قتله أو باتهامهم في الشروع في قتله. وده كان اتهام كان صريح من الدكتور محمد أبو حامد، وإحنا بنحاول إن إحنا نجيبه على الهاتف. أنا عارف إن هو تعبان جدا، وعارف إن هو في المستشفى، وعارف إن الإصابات بتاعته كانت بالغة، ولكن هو يعني بنحاول إن إحنا نتصل به حتى هذه اللحظة، وبنقول له الحمد لله على السلامة، ونحن نعرف أنك مناضل وطني سياسي حر لا تلعب بالقوانين وتقول الحقيقة أينما وجدتها. شكرا للدكتور محمد أبو حامد، وبنأسف على اللي تعرض له، وبنتمنى له الشفاء سريعا والرجوع إلى مصاف السياسيين الذين يحبون مصر. معنا مدام سهير، مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ نشكر ربنا. اتفضلي يا مدام سهير. والله أنا بس عندي كام سؤال كده، يا ريت حضرتك تجاوبني عليه يعني. بس قول لي مين خيرت الشاطر، ومين بديع، ومين أبو الفتوح، مين الناس دي؟ مين الناس دي؟ الناس دي أصحاب رأي. طالعين يتكلموا بناء على مين؟ فين رئيس الجمهورية؟ الناس دي انتوا مين مرسي ده؟ يعني حضرتك بتقولي مين دول بالنسبه لرئيس الجمهوريه؟ انهم يدلوا بدلو رئيس الجمهوريه او الرئاسه، يعني هم بيقولوا حاجه وبيقولوا ان في خلاف على الشريعه والكلام ده، والنهارده البيان بتاع رئيس الجمهوريه بيقول ان الخلاف حوالين الاعلان الدستوري والاستفتاء، يعني الكلام متناقض. اتفضلي. انا عايزه بس اقول لحضرتك يعني بيستهزئوا بالشعب المصري لدرجه لا تتخيلها. حضرتك تعتقد انهم ممكن ينجحوا في الاستهزاء او الاستخفاف
بالشعب المصري؟ ده مفكرين ان الشعب المصري ده يعني ما بيفهمش، شعب غبي، شعب ستوبد. وهو يعني الشعب المصري بيثبت ان هو عظيم وبيتحمل الى اقصى درجات، لكن الان هي فرصه. يعني اتفضل. يعني هم بيحسسونا يعني ودنك منين يا جحا؟ ودنك لف ايديهم كده اقول لك ودننا اهي. طب حضرتك شايفه الشعب المصري يعمل ايه؟ الشعب طبعا ما يشيلوه خالص، حتى مهما كانت الثمن، انه ممكن يهدد، ممكن انه يقتل، ممكن انه يحبس. طب احنا فين؟ كنيستنا فين في الدستور ده؟ كنيستنا فين؟ كنيستنا اعترضت وبعد كده ما سالوش فيها. فين هي؟ فين هي؟ وضعنا احنا كمسيحيين فين؟ دستور ايه اللي هم مطبقينه ده؟ تمام، شكرا مدام سهيل. فين النهضه؟ فين النهضه اللي عملها؟ فين انهي نهضه؟ ما طائر النهضه لسه هو مهاجر، في شمال اوروبا وهيجي لنا موسم راح بقى لنا سينا. انهي نهضه؟ انهي نهضه؟ طائر النهضه لسه ما حطش على ارض مصر لسه، لما بعد ما يتشاوروا يعني. فين هي؟ فين فلوس يروح يصلي لي في جامع بتاع اسيوط يكلفهم 11 مليون جنيه؟ يعني هو طبعا يمكن 11 مليون جنيه ده عشان يروح يصلي لي في جامع؟ اهي دي النهضه اللي بيعملوها؟ هو رئيس الجمهوريه يعمل ما يحلو له، لان هو المفروض ان هو يزور ويتفقد اماكن كثيره في مصر. مش لا يا لا لا لا، البلد مش سايبه، مش عشان رئيس جمهوريه يعمل اللي هو عايزه. لا طبعا غلط، اللي هو الناس تفضل في الميدان، واللي حتى لو هيخشوا عليهم ويدبحوهم ويقتلوهم والكلام ده هم قريبين. احنا لا نتمنى هذا، ونتمنى ان الداخليه تقوم بواجبها، وان طبعاً المعتصم يبقى معتصم، واللي بيطالب بحق يطالب بحق. ما نتمناش. انت شفت ضاربين الناس ازاي؟ انا عارف انت شفت ضاربين الناس ازاي. لا بس انا عايز اسالك سؤال، الدكتور كرم جورجيوس من الاخوان؟ لا طبعا، من اخوان ايه؟ ادعى الاخوان ان الثمانية اللي ماتوا هم سبعة، منهم الدكتور كرم جورجيوس، انهم كلهم من الاخوان. واللي اسمه رامي صبري راحوا ضربوه لما عدموه العافية يا عيني، وهو صيدلي ومسيحي، وقال لهم قول ان انت تبع اي جهة، قال لهم انا مش تبع حاجة، انا دكتور، انا ماليش دعوة. يقولوا له لا هتفوق. ما النيابة كمان افرجت عن كل الناس اللي اتمسكوا، ومع ذلك النائب العام بيرفض الافراج. أيوة عنه. ايوه للاسف. عاملين للقضاه اللي طلعوهم عاملين لهم محكمه. بقى القانون له شقين، شق معه وشق على، حتى في القانون بقى يعني فيه انقسام. ده فين؟ فين احنا؟ فين احنا في كل ده؟ فين احنا كل ده؟ الشعب المصري في الشارع، وما زال متمسكا بانه لازم ياخد حريته. ده راح وده راح وده راح، ده راح. عملوا ايه هم؟ قعدوا فاوضوا، وهم هو القانون اللي هو اللي في دماغهم ماشيه. تمام. ما عملوش جديد. رايك ايه في الاعلان رئيس الجمهوريه، او الاعلان اللي عملته رئاسه الجمهوريه منذ دقائق عن اعلان دستور جديد، وان الاستفتاء ماضي كما هو يوم 15/12؟ والناس تقف، الناس تقف وتقف ان الحكم تقول مزيد من المعارضه حتى يستجيب الرئيس. ده راي مدام سهيل. هو اصلا كل من اول ما مسك الرئاسه هو باطل. تمام، شكرا جزيلا لمدام سهيل. رئاسته باطله، اختياره في الرئاسه، التزوير اللي عملوه، كل دوت كله كان باطل في باطل، حتى الاوراق اللي بيعملوها كلها باطله. نشكرك. هيتحكم محاكمه دوليه، ده هيتحكم محاكمه دوليه. نشكرك. احنا جدعان نعملوا له محاكمه دوليه على مستوى العالم كله. شكرا لمدام سهير، وشكرا لرايك. احنا طبعا مع كل اراء سواء نتفق او نختلف معها، فده منبر حر مفتوح بيطل على كل العالم باراء المصريين. احنا بنجيب مصريين يقولوا رايهم، ما بنجيبش حد تاني، والمصريين يهمهم مصلحه مصر وهم وطنيين. انا لا اشكك في وطنيه احد، وان كل الاراء اللي بتتقال انا احترمها كلها حتى لو كنت مختلف معاها، ولا ده ما يقولش ان ده راي القناه. ده منبر لكل المصريين. معنا الاستاذ جورج. مساء الخير يا استاذ جورج. مساء الخير. اتفضل يا استاذ جورج. الو. اتفضل يا فندم. ايوه انا بس عايز اقول لحضرتك ان الاعلان الدستوري يعني اللي هو بيسميه اعلان دستوري او الجديد اللي هو قاله، يعني اللي انا شايفه انه ما هو الا لعب بالكلام. تمام. عايز اقول لحضرتك حاجه ثانيه، اللي هم ممكن يتنازلوا عن كل حاجه في هذا الاعلان اللي بيقولوه، لكن حاجه واحده بس مش هيتنازلوا عنها، هو ميعاد الاستفتاء، لسببين مهمين جدا، واعتقد ان الشعب المصري ذكي جدا وفاهم الكلام اللي انا هقوله. الحاجه الاولى
انه هذا الدستور سيمكنهم تماما 100% من مفاصل الدولة. الحاجة الثانية والاهم، يعني استبدال الاعلان الدستوري بالدستور اللي بيرعى مصالح الاخوان كلهم. تمام، بالضبط بالضبط كده. الحاجة الثانية والاهم ان هم واثقين تماما لو حتى 99% من الشعب المصري قال لا، نتيجة الاستفتاء هتطلع نعم. ليه بقى؟ طرقهم، لان هم ليهم طرقهم الخاصة واحنا كلنا عارفين الكلام ده، سواء كان زيت او سكر او خلافه، وممكن يبتدعوا طرق جديدة. تشكيك في آلية الانتخاب او تشكيك في الاستقطاب ولا تشكيك في كل ده مع بعضه؟ التشكيك في كل حاجة، لانه الناس دي ناس لا يمكن تثق فيهم يا سيدي الفاضل، لا يمكن، مستحيل. ما هو وثقوا فيهم ودوم رئاسة الدولة ورجعوا ندموا. ما انا بقول لحضرتك الناس دول ناس الكذب عندهم زي المية والهواء، زي التنفس، ودي جدي. حاجة معروفة والناس كلها شايفاها. يعني الاستاذ ابراهيم عيسى قايم بالواجب وما فيش فيهم حد يعني بيقول فتفوتت حقيقة، كله كذاب كله كذاب كله كذاب، ودي يعني بحر الكذب ده ربنا ينجدنا منه ونطلع ونشوف مصلحة مصر. وبعدين بيتعاملوا باسم الدين، وانت حضرتك عالم ان 50% من الشعب المصري نسبة الجهل والبساطة والفقر والاحتياج، هم بيستغلوا كل ده في مصلحتهم وليهم طرقهم الخاصة. طب رأيك يا استاذ جورج ان البيان بتاع رئاسة الجمهورية الاخير هل هيهدي الشارع ولا الشارع هيثور ضده اكتر؟ لا لا، مش ممكن يهدي الناس، لان ده الناس زي ما بنقول في مصر المثل اللي يقول احمد زي استحمد، هم لفوا على الناس والناس مش اغبياء للاسف الشديد، هم لازم يفهموا كده. الناس الشعب المصري شعب ذكي جدا، شعب عريق، 7000 حضاره، ما يقدروش الشويه دول بتوع البارح يضحكوا على الناس، مستحيل. ونرجو يعني نرجو ونامل ان الامور تنتهي على خير وسلام ان شاء الله. شكرا يا استاذ جورج. معانا الاستاذ فتحي. الو، ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل حضرتك. انا فتحي من كندا. كان اتفضل يا استاذ فتحي، اتفضل يا فندم. احب بس الفت نظر بس بعد الاجتماع اللي حصل دلوقتي واللي اعلنه الدكتور سليم العوا، انا بس عايز الفت النظر ان الهدف من الغاء الاعلان الدستوري هو بيعمل مصالحه دلوقتي مع القضاء علشان يخلي القضاء يبدا دلوقتي ياخد الفول هاند زي ما بنقول على الاستفتاء. تمام. او يباشر الاستفتاء. فنحن ناخد بالنا ان احنا لازم نكون يعني نقرا اللي بين السطور. يعني هو الاعلان الدستوري اللي عمله الاخير استعدى بيه القضاء، لكن دلوقتي بإلغائه بيصبح للقضاء ما عندوش حجة دلوقتي انه يباشر مهمه في الاستفتاء على الدستور. الحاجة اللي احب اركز عليها دلوقتي ان هو احنا دلوقتي قدام الاستفتاء على الدستور وهو مش هيتراجع عنه. طبعا هيعملوا كل محاولاتهم انهم يمرروا الدستور. فدور القناة ودور كل الاعلاميين دلوقتي ان احنا نتكاتف كلنا ونبدأ نبقى ايجابيين ونوضح للناس، او دور القناة عندكم توضح للناس وتفتت للناس، ويبقى هو الكلام بتاع الليل والنهار في كل البرامج المختلفة لجميع الفضائيات، انها توضح للناس عوار الدستور ومدى الاضرار اللي فيه. هو العلم يعني اللي انا عايز اقوله ان احنا لو دخلنا في مناقشة الدستور 15 يوم مش هيبقوا كافيين، ولكن يعني على اللي انا عايز اقوله ان الجبهة الانقاذ بتعبر عن رأي الشارع المصري الآن، وفي ثلاث مطالب لم يتحققوا في بيان الرئاسة الأخير. أول حاجة إلغاء الإعلان الدستوري كاملا، هو لم يلغى كاملا، هو ألغي وأقر بإعلان دستوري جديد في بعض بنود فيه. اثنين، تأجيل معاد الاستفتاء اللي هو 15/12 وهذا لم يحدث. ثلاثة، تشكيل تأسيسية جديدة للنظر في الدستور الموضوع الآن والمطروح للمناقشة. والثلاث مطالب لم ينظر فيهم، وبالتالي مطلب الشارع هو الثلاث مطالب هم القاعدة للحوار، ولكن أعتقد أن رئاسة الجمهورية لم تستجب حتى هذه اللحظة. يا سيد الفاضل، فضل. يا سيد الفاضل، احنا لازم نمسك العصاية من النص ونكون سمارت كفاية، يعني لازم نتعلم من أخطائنا القديمة
ان احنا بنقعد دلوقتي، دلوقتي الشعب ممكن يهدى نسبيا لما يعرف ان القضاء رجع او رجع له هيبته. فلازم نفكر في النقطة دي، لازم نأخذ حتى بأقل الاحتمالات الممكنة ان ممكن هيتم الاستفتاء على الدستور، فما نوقفش نتفرج دلوقتي، احنا نبدأ نعمل من دلوقتي توعية. والله نجحت القوى المعارضة في الشارع انها تلغي او تأجل الاستفتاء او تبدأ يعملوا تعديل على مسودة الدستور، خير وبركة. ما تمش، يبقى احنا في نفس الوقت ماشيين في الخط التاني ان احنا بنوعي الناس وبنعمل تجاذب اكتر. وخاصة انا بناشد كل الاخوان وكل المصريين المقيمين في المهجر انهم يهتموا ويتحركوا ويبقوا ايجابيين. الانفعال والصوت العالي مش كفاية، لازم نعمل حاجة. رأي حر، رأي حر ومتفهم للواقع، وحضرتك بتقول كلام جميل قوي واحنا بنحترمك وبنقول ده هو الرأي، ده المفروض ان كل الاعلام الحر يمشي عليه. طبعا تبيان العوارض السوري اللي موجود في الدستور ده شيء لا نغفل عنه، ولكن هو الان احنا وصلنا للاستفتاء هو القرار الصح. يعني اكتر من نص المصريين بيقولوا الاستفتاء مش هيحصل والمعارضة موجودة، ولكن اوعدك ان احنا نستضيف قانونيين دستوريين من مصر خلال الاسبوع اللي جاي عليك لبيان العوارض الدستوري. ان لم يكن من النهارده، من النهارده هنحاول نتصل بيه، لان ما عندكش، احنا جبنا حاجات على الفكره. انا عايز بس من خلال البرنامج او ادوس على نقطه واحده. اتفضل. مهما تقول ومهما توعي الناس في الدستور وغيره ده شيء كويس، ولكن انا بتكلم على كل المقيمين في الخارج او المقيمين في الخارج، لازم نحسهم احنا ما بنعملش حاجة لأهلنا وناسنا هناك. احنا مجرد احسن ناس نرفع سماعة التليفون ونقول احلى كلام واجمل كلام، ولكن تعالى يوم الاستفتاء يقولك هو انا فاضي، واحد يقولك وانا هبعت بالبريد من دلوقتي اللي ساكن بعيد عن السفارة او بعيد عن القنصلية، طب ده انا معيش ورق، طب ده انا معيش، وتسمع حجج وحاجات تكسب زي الارقام اللي شفناها في الانتخابات. هو ما زالت البيانات، قاعده البيانات مسجله كما هي في انتخابات الرئاسه، وامريكا فيها 750 الف بيتم انتخاب حوالي 3000 او 4000، لكن قاعده البيانات دي احنا لازم نطالب الجهات الرسميه والدبلوماسيه انها تغيرها وتجيب قاعده بيانات حقيقيه تنم على ان اللي يدخل فعلا يبقى هو ده الراي الصواب. لكن هي قاعده البيانات ما زالت هي هي، وما زالت هي لا تمثل الشعب المصري بالخارج، وقاعده البيانات دي هي اللي موجوده في اللجنه اللجنه الانتخابيه، وهي دي اللي يعتمد عليها. ونحن نرفض هذه قاعده البيانات، نطالب بقاعده بيانات جديده يعني لكل الشعب المصري، وان كمان ما يبقاش البطاقه الرقم القومي هي الاساس، لان ده دستور. ممكن الباسبور طالما صالحا انه يسجل نفسه بالباسبور، والباسبور اعتقد دي وثيقه رسميه ومش هنفت فيها ونقول لا وثائق رسميه والبطاقه الرقم القومي، هذا حصر للعدد ونرفضه جميعا. وان التمثيل الخارج في الانتخابات لا ينم عن الاعداد، 7-8 مليون بيتم تمثيلهم ب 50 أو 60 الف، ده نرفضه تماما. شكرا جزيلا للاستاذ فتحي. معنا الاستاذ هاني. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ هاني. انا في نقطه انا عاوز بس اوضحها. اتفضل يا فندم. في الحوار اللي حصل دلوقتي، البيان الصحفي اللي عمله نائب الرئيس والاخ العوه، النقطه بتهيألي اغلب الناس ما خدوش بالهم منها لما قالوا له، في واحد سالهم من البرفانات اللي قاعدين بالنسبه للقضاء والاشراف القضائي والناس اللي رافضه من القضاه، هو قال كلمه واحده، قال لك ان شاء الله الاستفتاء يقعد 15 يوم، احنا مدي لهم كارت بلانش واللجنه العليا للانتخابات بتقول كالاتي، ما فيش وقت محدد، ممكن الاستفتاء يقعد 15 يوم، بمعنى ان هم القضاه من اجل مصر اللي هو بعتبرهم منشقين عن القضاء الاصيل في مصر، هم اللي هيشوفوا على الانتخابات يعملوها محافظه محافظه. يا فندم يعملوها محافظه محافظه. محافظه محافظه ان شاء الله في كل دايره فيها ثلاث لجنه لجنه يعني. انا 15 يوم سنين، وده الاهم. الشعب المصري شارب الدستور ده، شاربه. والنقطة الثانية يا استاذ، صدقني لو راجع البيان وشوف حضرتك اكل ايه ان شاء الله، يعني شارله ده من قبل الرئاسة، لكن الشارع المصري له رأي تاني اعتقد. يا سيدي الفاضل، شاربينه بدليل. انا هقول لك حاجة،
دلوقتي طلع بيان من وزارة الداخلية وطلع بيان ده امبارح ومن القوات المسلحة بتقول لك احنا على ايه؟ على الحياد ما بين القوتين. طب اي قمة الحياد اللي هي تقول ان شعب اعزل قصاد ناس مسلحين ميليشيات؟ ما هو الحياد هنا هي قالت الحياد انا هنحاز للشعب المصري ولكن حياد على القوة السياسية. كلام معمم يا سيد الفاضل. ما هو كلام في الفاضل كان إخواني محتاج تفسير وعشان كده اخواني واحمد جمال الدين اخواني طلبوا تفسيرات من اللواءات بتوع الاستراتيجية العسكرية وقالوا تفسير للبيان العسكري وده طبعا يعني في حد ذاته يعتبر كارثة ان بيان عسكري يظهر وعايز تفسير. استاذ العزيز استاذ عادل انا بحترم ارائك بس انا عاوز اقول لسعادتك حاجه. جماعه الاخوان المسلمين الذي يمثلهم محمد مرسي لو ما كانش مالي ايده من القوات المسلحه ومالي ايده من السلفيين وما كانش مالي ايده من وزاره الداخليه الله في سماه زمانه ولا كان طلع اي قرار وكان دلغ كله. صدقني يا استاذ عادل احنا هنقول هي معونه السماء قبل معونه اي حد. بس الـ 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 انا اسف يعني انا منفعل شويه. الدستور شاربينه صدقني شاربينه يعني هو بالواضح بقى حصل بعد كده هيحصل المعجزه ان شاء الله والشعب المصري مش هيشرب دستوره. بس ده البيان اللي قاله ده اللي هو ان شاء الله نقعد عمرك ما شفت يا راجل استفتاء ممكن يقعد 15 يوم ويقعد لو هي ولادها متعثره. نائب رئيس الجمهوريه قال ممكن يقعد زي ما يقعد ما فيش ما حددش معايا. ربنا يدبر يا استاذ عادل ربنا معاك. يخليك شكرا جزيلا الاستاذ هاني. بيرجع لنا تاني الاستاذ منير بشاي اعتقد اتصلتوا بيه. طيب نحاول ان احنا نتصل بالاستاذ منير بشاي رايه مهم طبعا استاذ منير عز علينا كلنا ورايه مهم جدا لينا وانا بدعو على الهوا ان هو هنطلبه كمان مره. انا عارف ان هو مشغول دايما لكن هنطرح على الساده المشاهدين لغايه لما يجي الاستاذ منير بشاي اللي تم النهارده في بيان رئاسه الجمهوريه قالوا في الغاء اعلان دستوري وفي اعلان دستوري جديد بيلغي الاعلان الاولاني واثاره باقيه ويبقى بادئ من النهارده. دي حته قانونيه اكيد لازم يكون مرر بيها حاجه من الاعلان الدستوري الاولاني. تاني حاجه اللي هو تحصين اللجنه التاسيسيه وتحصين مجلس الشورى الى اليوم الى صدور الاعلان الدستوري الجديد. في خلال الفتره من الاعلان الدستوري الاولاني للاعلان الدستوري الثاني اللي هو لغاه الاولاني الاثار بتاعه الاعلان الاولاني باقيه. اذا اللجنه التاسيسيه محصنه في هذه الفتره من التقديم ومن الطعن يعني دخول في دوامه قانونيه رهيبه الشكل. هو كل الموضوع زي ما بيقولوا انه بيرضي القضاء على اساس ان القضاء يبتدي يخش في عمليه الاستفتاء ومعرفش رأي القضاء ايه حتى هذه اللحظة. هنتابع مع حضراتكم في الجولات الإعلامية القادمة رأي القضاء هيبقى ايه وهتعرفوا حضراتكم من الناس اللي هتطلع في الإعلام المصري وهتقول رأي القضاء ايه. الأستاذ منير بشاي رئيس جمعية أقباط كاليفورنيا مساء الخير. مساء النور أستاذ منير. يعني حضرتك قريت آخر بيان قبل في كم سؤال بس هو آخر بيان مهم للناس قوي عشان في حاجات مش واضحة كتير. قريته ازاي؟ قريته ان هو بيقول انه بيلغي الاعلان الدستوري اللي اصدره ولكن اثاره باقي يعني كل ما ترتب على هذا الاعلان باقي اما الاعلان نفسه من الوقت الحاضر فصاعدا يعني غير معمول لي. لكن كل الاثار اللي كانت موجودة قبل كده او اللي ترتبت عن هذا الاعلان باقية. وبعدين بيقول النقطة الثانية انه الانتخابات هتتم او الاستفتاء هيتم في موعده والناس قدامها يا اما انه ما يوافقوا على الدستور بوضعه الحالي او انه ما يوافقوش على وضع دستور وفي الحالة دي تعاد تكوين الجمعية التأسيسية ويتكتب دستور جديد. تمام. يعني انا شايف ان الموضوع ده كله يعني لعب وضحك على الدقون لانه كسب وقت والنتيجة واضحة من بدايتها النتيجة. نعم. عارفين احنا الاستفتاءات واللي بيتعمل في الانتخابات وبيشتروا الاصوات بالطرق المختلفة غير ما يشتروا الاصوات يبقى في اخر استطلاع رأي يعني جرائد محترمة كتير قوي قالوا ان 20% من المصريين هم المهتمين بموضوع الدستور اللي هيدلوا باصواتهم يعني لكن لم يقرأوه كاملا. 7% فقط من المصريين قد يكون هذه النسبة كمان اشك فيها هي اللي قرأت الدستور كاملا وليها بعض التحليلات.
إذا كان بعض القانونيين والإعلاميين هم مش فاهمين ال 236 مادة فهما كاملا، فإذا هل ان انا ما انا كده لو قلت في ماده واحده فانا بظلم ال 235 ماده تانيين، اذا ان كل واحد يفهم اي ماده او يقصر في ان في فهم كذا ماده فيقول لا على طول على المجمل، لان هو لابد ان يكون مجملا، ما فيش حاجه اسمها 90% من الدستور كويس و10% حلو. اللي انا عايز اقوله كمان يا استاذ منير، الحرف الواحد في الدستور بيفرق كتير جدا. يعني ايام السادات كانت بيقولوا تجديد لرئيس الجمهورية مدة أخرى، فلاحظ إن مدة هنا التاء المربوطة علقوها أو يعني جابوها كده سحبوها عملوا لها ديليت وحطوا دال بدل التاء المربوطة، حرف واحد فقط، فبقت أو مدد أخرى، طبعا تفرق كتير. طبعا طبعا طبعا. وبعدين ما تنساش إن في الو معايا معاك يا استاذ منير اتفضل، ان في 40% اميين اوكي، وفي عدد كبير يمكن نص الشعب المصري تحت خط الفقر، وفي عدد كبير جدا من الشعب المصري متعاطف مع التيار الاسلامي. فتدخل انت التعصب الديني زائد الاميه زائد الفقر، وبعدين تيجي تحط لهم مثلا اللي يوافق على الدستور ده يوافق على الإسلام، واللي يعترض على الدستور ده يعترض على الإسلام، واللي يوافق على الإسلام هيروح الجنة، واللي ما يوافقش هيروح النار. هتبص تلاقي بالتأكيد الغالبية العظمى سوف توافق على هذا الدستور، خصوصا إن العدد الثاني اللي هو لا يوافق غير راضي عن هذا العمل وبيقاطع هذا العمل، وفي الغالب لن يذهب لكي يصوت لكي يعطي صوته. فالنتيجة واضحة من بدايتها ان هذا الدستور لو وضع بوضعه الحالي امام الناخبين سوف يكسب المعركة، وكأننا لم نعمل شيء على الاطلاق، لانه هو بمجرد ان الشيوخ الفضائيات هيوجهوا للشعب البسيط نعم لربنا وللدولة الاسلامية، وده غير صحيح ولا لدولة الكفر والالحاد والعلمانية، وده برضو غير صحيح، لكن هم قادرين على الترويج ده لان اتقاس الشعب المصري بالديمقراطية ديمقراطية الصندوق، فوجهت الصناديق والاستفتاء الاولاني اللي قلنا فيه نعم وبندفع الثمن حتى هذه اللحظة، ده خير دليل على ذلك. استاذ منير بشاي اللي همني كمان في النقطة دي غير الخلاف السياسي الحاد اللي موجود دلوقتي في مصر والانقسام، يمكن بيقسم الشعب المصري، يمكن بيقسم الاسرة الواحدة، يمكن بيقسم الشارع الواحد، كمان موقف القوات المسلحة في البيان المحتاج تفسير. يعني بيان القوات المسلحة حضرتك قريته ازاي وفسرته ازاي؟ انا الحقيقة انا فهمت ان القوات المسلحة بتدعو للتحاور وهذا الكلام، لكن ما اعرفش انهم اصدروا بيان قالوا المطالب محددة. اصدروا بيان وقالوا انهم بيدعوا للحوار كل القوى السياسية، وهم لم ينحازوا الى القوى السياسية، لهم منحازين الى الشعب المصري، لكن في اخر البيان رد المعلقين عليه قالوا ان احنا مش هننزل الشارع ونحمي الشارع الا بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية. يا سيد الفاضل لازم تعرف ان 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 رئيس الجمهورية غير القيادات الكبرى في الجيش، وهم دول اللي بيتكلموا، يعني الامل في ان القادة الكبار اللي عينهم مرسي هيجوا ضد مرسي امل غير كبير، الا اذا خرج حد من الرتب الاخرى في الجيش وعمل انقلاب عسكري على الحكم القائم حاليا، زي ما عمل عبد الناصر اللي كانت رتبته صغيره لكن قدر يستطيع انه يعمل شيء هو واللواء محمد نجيب في ذلك الوقت. المهم بغض النظر عن ان طبعا القوات المسلحه لو عملت شيء هيكون في ايدها الاليات التي تستطيع ان تفرض الشرعية على البلاد وتحكم البلاد بقوة وتوجد نظام يعني مطمئن هادئ داخل البلاد، بس مش عايز يهيئ لعهد جديد نبتدي. لكن إلا إذا لم يكن هنالك انقلاب عسكري فالثورة الشعبية يجب أنها تستمر، الثورة الشعبية يجب أنها تستمر ولا تكون سقف المطالب، يجب أن هو لا ينزل عن الطلب الرئيسي وهو إقصاء
الرئيس مورسي عن الحكم لأن شرعيته أصبحت منتهية بعد إراقة الدماء التي سالت على أرض مصر من المصري الذي يقتل المصري أخيه بسبب تحريضات جماعة الإخوان المسلمين. فالرئيس مرسي ومعه جماعة الإخوان أصبحت يعني مفعولها انتهى ويجب أنها ترحل من النظام السياسي المصري. وأنا اعتقادي أن المظاهرات هي الحل الوحيد أمامنا الآن التي يجب أنها تستمر إلى أن يخرج الرئيس مرسي عن الحكم وتخرج الجماعة بحالها. يعني الجماعة دي كانت محظورة وما زالت محظورة، ما فيش قرار بأنها ترجع للسياسة، فتعامل مثل ما عملت الحزب الوطني الذي كان يرأسه مبارك في ذلك الوقت. هذه الجماعة وخصوصا القادة بتاعتهم اللي هي لجنة الإرشاد دول يجب أن يوضع أمامهم فترة طويلة قبل أن يستطيعوا ممارسة الحكم بعد كده. يجب أن يعزلوا من، لأن لو عملنا كل شيء وقلنا خلاص بعد كده هو يعني خرج مرسي، طيب ما هو ممكن يدخل الانتخابات تانية، وسواء هو أو غيره ممكن ينجح عن طريق الانتخابات، لأن الشارع المصري عن طريق الـ 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 الأعمال الغير قانونية زي شراء الأصوات والإعطاء الزيت والسكر والكلام ده هيكسبوا الجولة في أي مرة يدخلوها. فهذا النظام الكامل، نظام جماعة الإخوان، يجب أن يقصى من المشهد السياسي في مصر إذا أردنا أن لا نكرر المرة، لأن احنا مش عايزين أننا نقضي على مشكلة وتيجي تتكرر تاني بعد شهرين بعد 5 شهور بأن يجي واحد تاني وتقوم ثورة تانية وتراق دماء أخرى. يجب أن يقطع هذا النظام من دابره، من اصله، اوكي، من المشهد السياسي المصري. لا نريد ان نتعامل مع الاخوان المسلمين والذين كانوا في السجون، منهم الدكتور مرسي والعدد الكبير اللي خرجوهم بتوع حماس من السجون. هؤلاء يجب ان تعاد محاكمتهم مره تانية ونشوف ايه التهم اللي كانوا حكموا بها ودخلوا السجون. هل هذه التهم تهم حقيقيه؟ وإذا كانت حقيقية لماذا لا يدفع الثمن؟ لماذا لا يعني غسيل الأموال اللي دخل بيه خيرت الشاطر وقفي عنه، غسيل الأموال دي مش جناية؟ وهل في الجناية في عفو أو في براءة فيها؟ ده حكم، كان واخد حكم وحكم نهائي. ومرسي بيقال إن هو كان موجود في السجن بتهمة الاستخبار مع دولة أجنبية، ده وحتى كمان إهانة رئيس الدولة وقتها. يعني هو كان داخل على اساس ان هو قال اهان رئيس الدوله في محكمه القضاه اللي هم قضاه الاستقلال او بما يسمى قضاه الاستقلال. هو خرج من السجن بجريمه وهي فتح السجون، فتح السجون هذه ولم يعود جريمه. يعني لم يسأل كيف يخرج انسان من السجون بجريمه وكيف يجلس على كرسي رئاسه مصر؟ ما دي 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 كارثه في حد ذاتها، ان واحد يخرج من السجن يبقى هو الرئيس. انا مش عارف تيجي ازاي. يجب التحقيق في هذا الامر وتصفيه، يعني تصفيه الحساب. يعني هل انت الشعب المصري تحدي هل هذا الشخص كان مرتكب جريمه ام لا؟ هل فتحت السجون بجريمه ام لا؟ يعني كل هذه الامور تجب انها يعني تتصفى وتتحط أمام النور لكي ما يتضح الأمر أمام الشعب المصري. نحن لا نريد أن نحكم بواسطة مجرمون، تمام، ونحن لا نريد أن يستولي علينا نظام إرهابي دموي يسيل الدماء وله يعني أهداف مشبوهة مشكوك فيها، يريد أن يحول مصر إلى دويلة في نظام خلافة أو نظام إسلامي على الرغم من إرادة الشعب المصري كله. تمام. في صورة هذا الأمر في صورة عايزك تعلق عليها أستاذ منير. المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين دكتور محمد بديع دخل الأزهر في الجنازة وأم المسلمين اللي هناك للصلاة وخطب فيهم وقال لهم إن المعارضة هي فساد ومش عارف حاجات كده في الشرع بيسموها يعني الخروج عن الدين، يعني خرجهم من الملة، وما زال الاستقطاب الديني اللي هو يعتبر من أكبر رأس في جماعة الإخوان المسلمين. حضرتك شايف المشهد ده ومن الأزهر شايفه إزاي؟
ده مشهد يعني مريع، وانا شايف ان الازهر انهم هيستخدموا الازهر يعني من الان فصاعدا اذا استمروا في الحكم. الازهر يعني معروف باعتداله ووسطيته في كل تاريخه، وحاليا معنا الشيخ ازهر الشيخ الطيب، رجل معتدل ورجل معقول في افكاره وفي التصرفات. لو مسك الاخوان الحكم سيتغير هذا الرجل، ويتحط الشيخ ازهر جديد من جماعة الإخوان المسلمين. كل ما يعني قعدوا الناس دول في كرسي الحكم سواء يوم أو شهر أو سنة، كل ما قعدوا مدة أكبر كل ما تمكنوا من الحكم. هم ابتدوا يغيروا في الجيش، ويغيروا في البوليس، ويغيروا في الوظائف الكثيرة في الدولة، هيغيروا كمان في القضاء، ويغيروا كمان في الوظائف الدينيه زي الازهر يعني هيمكنوا نفسهم من الحكم. هم هيبقوا كل موظفين الدوله، يعني موظفين الدوله ال 5 مليون او 6 مليون هيبقوا اخوان في خلال 5 6 سنين. بالظبط بالظبط، كل ما قعدوا كل ما كان من الصعب انك تتخرج. هو اللي انا عايز اقوله هنا يعني على المجتمعات المصريه المقيمه في بالغرب، سواء في اوروبا او في امريكا او في كندا او في استراليا، تخاطب هذه الدول ازاي علشان تبرز لهم محنه الشعب المصري الموجوده فيها الان، وايضا الفكر الاخوان المسلمين، لان هم من الدهاء انهم بيبعتوا ناس. يعني عصام العريان الان كان في واشنطن وبيبحث مع القوى السياسية في أمريكا على أساس إن هم مصالحهم تبقى مع الإخوان المسلمين، ودي طبعا صرح بيها الأستاذ نبيل شرف الدين. اللي أنا عايز أقوله إحنا نوصل الرأي ده إزاي وإحنا في مجتمعاتنا، نوصله إزاي للقيادات؟ شوف حضرتك، في دول فاهمة الإخوان المسلمين وعندها استعداد لتقبل أي كلام إنك أنت تدهلهم. المشكلة إن الرئيس أوباما يبدو إنه انضحك عليه، أو هو عنده استعداد إنه ينضحك عليه، أو هو من غير ما ينضحك عليه هو عنده الاستعداد إنه يتقبل هذا الكلام. فأنا شفت بيان أصدره بيقول على زعماء المعارضة، يعني الشعب اللي بيعارض ده، على زعماء المعارضة إن هم يبتعدوا عن العنف. هل هو انضحك عليه وبعتوا له فيديوهات بالمتظاهرين على انهم هم اللي بيحرقوا مقار الاخوان، ومع انه يقال ان الاخوان نفسهم هم اللي حرقوا المقار الاخوان، وان هم صوروا فيديو علشان يبعتوه لاوباما، بدليل ان لما حرقوه ما حصلش خسائر يعني في الارواح ولا في المبنى ولا في حاجه ابدا. فهي يعني عمليه تمثيليه علشان خاطر يثبتوا لاوباما ان الناس دول مجرمين، وهم اللي بيموتوا، وهم اللي بيحرقوا، وهم اللي بيخربوا في البلد. وجود طرف ثالث غير الطرف الثالث الحقيقي. بالظبط بالظبط. فالكلام اللي قاله المرشد قاله قبل كده هو مرسي في خطابه الاخير، وهم بيغلطوا بيعملوا الابيض اسود والاسود ابيض، ويخلوا الجاني هو البريء المجني عليه، وبيقلبوا بيخلوا المسيحي اخوانجي، يعني الثمانيه اللي ماتوا اللي هم سبعه بقوا ثمانيه، ومنهم الدكتور كرم جورجيوس، وقالوا ان هو اخوانجي. ما هو قالوا كل اللي ماتوا اخوانجيه. بالظبط. ويقولوا ان الناس اللي اتقتلوا دول هم الاخوان على ايد المعارضه، مع ان العكس هو على خط مستقيم، المعارضه اللي هي اتقتلت على ايد الاخوان. هم بيقلبوا الاوراق. احنا طبعا قدامنا وظيفه كبيره اننا نتصل، كل واحد يتصل بعضو الكونجرس بتاعه، ونبعت جوابات للبيت الابيض، ونبعت يعني طالما احنا بنتكلم بصوت عالي ممكن نعمل اعلانات مدفوعه الاجر لكي ما نوضح هذه الامور في منطقه واشنطن دي سي. ممكن المظاهرات اللي بتطلع والقنوات الأمريكية اللي بتيجي تصور وتعلن ده على الشعب الأمريكي، كل هذه إجراءات لازم تتعمل لكي ما تصل إلى المسؤولين سواء في الكونجرس أو في الإدارة الأمريكية. سؤال أخير أستاذ منير. يعني دي واضحة، الدبلوماسيين المصريين كان ليهم موقف رائع، ان هم رفضوا الاجراءات اللي هي الاستفتاء،
وان هم ما اشرفوش وفعلا اتلغت لان مش موافقين على اللي بيحصل. هل الدبلوماسيين هم مش موافقين على اللي بيحصل لمجرد ان في دماء اسيلت، ولا دي عشان مش شغلتهم وهم يرفضوا انها دي مش شغلتهم انهم يوضحوا للناس الدستور شكله ايه والاعلان الدستوري ده شكله ايه، ولا ده موقف قانوني من موقف وطني من الدبلوماسيين؟ حضرتك شايفه ازاي؟ انا شايف ان هم يعني اي واحد بيتحط في موقف زي ده عارف ان هو موقف غير واضح غير يعني شفاف، مفهوش شفافية، يعني بيخشى ان هو يكون جزء من عمل غير قانوني. يعني اي شخص شريف، وانا يعني امتدحهم على ذلك كما فعل القضاء من قبلهم، القضاء ايضا قالوا لن نشرف على كان بعد ما يعني اتقال وتعاد الكلام كيف ان الانتخابات زورت، فهم لا يريدوا ان يكونوا طرفا في عملية يعني نهايتها تكون التزوير. نفس العمل بتاع الدبلوماسيين يمكن غالبا، يعني انا طبعا ما اعرفش ارى اللي في قلوبهم، لكن اعتقادي ان اي هو هم او اي واحد شريف يعرف ان يعني اجراءات غير نزيهة غير شريفة ستنتهي الى نهاية غير قانونية، لا يريد ان يكون جزء منها، والا سوف يعني يكون اسمه محط نقد او شبهة من اشتراكه في هذا العمل. شكرا. تفضل كامل استاذ منير. فاعتقادي ان هم يمكن يكون ان هم يعني حاولوا يبعثوا عن هذا العمل المشبوه حتى لا تزج اسمائهم كجزء من عمليه غير قانونيه. تمام، شكرا جزيلا. استاذ منير بشاي، رئيس جمعيه اقباط كاليفورنيا والصحفي والسياسي المعروف، شكرا جزيلا استاذ منير. معانا على الهاتف استاذ ايليا باسيلي اعتقد. ايوه مساء الخير. اهلا استاذ ايليا، اتفضل. انا ايليا باسيلي رئيس الدوله القبطيه، جاي حاليا غادرت نيوجيرسي بعد جنازه رئيس اقباط مصر الدكتور عصمت زقلمه. كانت في مفاجاه في غايه من الغرابه، اتمنى ان كل الاقباط يسمعوها من خلال القناة بتاعتكم. طيب. كان مندوب قداسة البابا تدروس الثاني أبعث مندوب باباوي الأسقف ديفيد لتمثيل الكنيسة المصرية في جنازة رئيس الأقباط. ده أول اعتراف من الكنيسة المصرية بأن الدولة القبطية الممثل السياسي للأقباط. لا 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 معلش، بص يا أستاذ إيليا عايز أقول لك حاجة، اقحام الكنيسه سياسيا انا ضد الموضوع ده تماما، وان كن هو انسان مسيحي والبابا تودروس الثاني يبعت اللي يبعته والانبا ديفيد يروح ويصلي، ده شغل كنسي صرف ليس له اي اساس من الصحه من السياسه. حضرتك ابعد الكنيسه، ابعد الكنيسه عن المحور السياسي لو سمحت. هو انسان مسيحي، كونه انه كان رئيس اقباط او رئيس مش اقباط دي حاجه نتكلم فيها سياسية، لكن ما تقارنش الكنيسة بالسياسة. ممكن أرد على حضرتك؟ فضل يا فندم. هل يا ترى البابا بيبعت لكل مسيحي المبعوث الباباوي وأسقف للإنابة عنه في جنازة أحد الأفراد؟ أنا أتحفظ على الكلام بتاعك ده، لأن هو لو أطال أنه ممكن يبعت للناس كلها هيبعت للناس كلها، ولكن أعتقد أن ده ليس له مجال أنه اعتراف بدولة قبطية أو غيره. طيب يعني ما نفهمش الموضوع، ما يتفهمش بالطريقه دي يا استاذ ايليا. المفاجاه اكتر من كده، في حاجه تانية اكتر. اتفضل. الاسقف ديفيد يعلن في المحاضره بتاعته تأييده لكل ما يفعله او ما فعله كل بخصوص الدوله القبطيه. تمام. ويطلب من بص يا استاذ ايليا، يعني الكلام ده على لسانك. ثانيه واحده، انا مش عايزك تتكلم باسم اسقف وباسم البابا لو سمحت، اتكلم عنك. انا مش بتكلم. انت بتعلن عن ايه؟ انت بتعلن عن ايه؟ انت يعني رايك ده بيهدي النفوس ولا هيشعل الام النفوس؟ يا حبيبي افهمني، لو سمحت الكلام باسم الاساقفة والبابا مرفوض تماما الى من يمثلهم، وللكنيسة حق الرد على هذه القناة
وحق الرد كمان للانبا ديفي. اتفضل اسمعني. انا اسمعك حاضر بعد ما اقول الراي. انت لا طب بص انا قلت لك هل يا ترى انا بتكلم باسم حد؟ ما انت بتتكلم باسميهم. انت بتقول البابا قرر والانبا ديفيد قرر وده معناه يعني ده مش مجاله. حضرتك ليك تعليق على البيان بتاع رئاسه الجمهوريه سياسيا؟ ده برنامج سياسي. حضرتك ليك تعليق على البيان بتاع رئاسه الجمهوريه السياسي؟ رجل سياسي. هو انا رجل ديني؟ انت طب اتفضل حضرتك بتزك بالرجل الديني في السياسه. انا دلوقتي في برنامج بيناقش البيان الرئاسي اللي صدر من 10 دقائق او من 15 دقيقه والشعب المصري اللي واقف في الشارع. حضرتك ليك راي في الموضوع ده؟ بنشكرك شكرا جزيلا. لكن الكلام اللي بيقوله ده ترويج الاشاعات ودخول الكنيسه في معتركات سياسيه. نحن نرفض الدج باسم قداسه البابا تودروس الثاني في اي مشكله سياسيه، خصوصا ان الاستاذ ايليا باسيلي عنده مشكله سياسيه مع السياسيين في مصر. فإذا كان اطروحاته السياسية هتزج بالكنيسة مرة أخرى واعتراف الكنيسة بدولة قبطية وغيره، كلام ده منفي تماما وليس له أي أساس من الصحة، وللكنيسة حق الرد في هذا الموضوع. وإيليا باسيلي بيقول كلام أنا بعتذر للسادة المشاهدين إنه كلام غير منطقي بالمرة بالمرة. أعزائي المشاهدين احنا وصلنا إلى نهاية برنامج حوار ورسالة. الرسالة الآن واضحة تماما، ما زال الانقسام في الشارع المصري موجود حتى بعد البيان الرئاسي، وأن الشعب المصري له ثلاث طلبات جبهة الإنقاذ ما زالت مصرة عليهم، وهو إلغاء الإعلان الدستوري بلا أي إعلان دستوري جديد، وأيضا إلغاء أو تأجيل ميعاد الاستفتاء، والتأسيسية وضع مش حل ليها الآن، تأسيسية جديدة للنقط الخلافية حول الدستور. ما قدم حتى هذه اللحظة بيلقى معارضة من الشارع المصري على حد علمنا، إلى أن يتم أنه ما فيش معارضة هنزيع ده. إحنا بنقول الرأي الشعب المصري عموما، وما زال الإسلام السياسي بيستخدم خطاب الاستقطاب الديني في هذه الأنحاء. المواضيع كلها والمتداخلين كلهم حللوا الموضوع سياسيا. موضوع الزج بموضوع الدين والكنيسة في موضوع دولة قبطية أو غيره، أنا طبعا كل واحد يقول اللي هو عايزه، ولكن مش اللي هو عايزه يعني إعلام حر يبقى نقول أقاويل من غير أي مستند ونتهم الناس ونتهم قيادات كنسية بما لم تقله وما فيش دليل عليها. الكلام ده مرفوض تماما جملة وتفصيلا. وأنا مش بدافع عن الكنيسة هنا، لا، أنا بدافع عن أن الكنيسة غير ممثلة في البرنامج، وأنا ما بناقش موضوع الكنيسة ولا حتى موقف الكنيسة من أي موقف. لكن هو الزج بموضوع مخالف لموضوع البرنامج ده شيء أنا فوجئت بيه زيكم، زي ما يعني حضراتكم فوجئتوا بيه على الهوى، وده كان أقل رد. أنا لو دخلت في متداخلين دلوقتي عايزين يردوا عليه طبعا كثيرين، لكن أنا عذرا لوقت البرنامج ردينا عليه بما فيه الكفاية، ونكفل لكل الذين زج بالأسماء فيهم. طبعا يعني حاجة يعني لا نتمناها أن أي حد يقول أي كلام على لسان قداسة البابا تودروس الثاني أو نيافة الأنبا ديفيد، ده كلام غير مش معترف به من القناة. ونحن يعني أنا أسف لهذه المكالمة، أنا ليس لي يد فيها، احنا ما بنقدرش نقول للناس تقول إيه وما تقولش إيه. حوار ورسالة اليوم حضراتكم شرفتونا بمداخلاتكم، وكل آراء الناس احنا بنسعد بيها طالما هي في الحوار السياسي البناء، سواء كان نقدا او كان مختلف او كان موافق او كان مؤيد، لكن هو في الاخر ان الشعب المصري ما بات محتقنا حتى من بعد البيان الرئاسي الاخير. وربنا يستر على مصر، وندعوكم جميع المشاهدين ان تصلوا من اجل مصر. مصر في محنة ومحنة كبيرة، ربنا يسترها على مصر. وإلى لقاء في الأسبوع القادم من حوار ورسالة. Beep 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 be